السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد السوداني، والتي تأتيكم بعنوان تصريحات أبو هاجة وحصاد الأسبوع، ونناقش فيها تحليل لجانب من تصريحات مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو هاجة حول القبض على أعضاء بلجنة التمكين المجمدة، ونناقش أيضا تحليل لجانب من المؤتمر الصحفي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي حول القبض على بعض قياداتها بتهمة خيانة الأمانة، ونناقش أيضا مستجدات الأزمة السياسية ومبادرة الأمم المتحدة، ونتوقف أخيرا في مقتل شخص في ترس الولاية الشمالية. هذا وغيره ما سنناقشه خلال هذه الحلقة، فأهلا بكم. كما يسعدنا أن نستضيف داخل الأستوديو الدكتور حسن سلمان الباحث في الشأن الأفريقي والمحلل السياسي. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا. الله يبارك فيك دكتور. نستأذنك نفتتح هذه الحلقة بهذا التقرير، ومن ثم نعود لمناقشة أجندة اليوم. يبدو أن التقرير لم يجهز بعض. دكتور، اليوم ربما تكون اطلعت على هذه التصريحات التي كانت من الطاهر أبو هاجة مستشار رئيس مجلس السيادة، الذي تحدث عن ما تم في مواجهة وليد صالح وآخرين من قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال سياسي. كيف وجدت هذا التعليق؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع لجنة إزالة التمكين حقيقة يمكن من المواضيع التي أخذت حظها من النقاش والتحليل، خاصة هنا في قناة طيبة، وكثيرا ما كنا نشير إلى مخاطر طريقة الأداء التي كانت تقوم بها لجنة إزالة التمكين، مع اتفاقنا بطبيعة الحال الكامل على أن موضوع اللجنة كموضوع والمهام والاختصاصات ما فيها إشكال بطبيعة الحال. يفترض أن تكون في أحسن أحوالها إذا كانت هنالك فعلا حالة فساد أو حالة سطوة على المال العام من أي طرف من الأطراف، يفترض أن ينال ذلك الطرف جزاءه، ومن حق الشعب السوداني أن يسترد على كل الإمكانات وأمواله. صحيح. ولكن شرحا بإذن الله خلال هذه الحلقة، كنا دوما نقول بأن والله هنالك مشكلة كبيرة جدا في أن تتمحور كل المهام في إطار لجنة لها صلاحيات كبيرة جدا. حقيقة فيما يتعلق ب التصريح بأنه اعتقال وليس طبيعي، هو موضوع الاعتقال عموما تقوم به السلطات الأمنية في فترات التحفظ، وموضوع ما تقوم به الأجهزة العدلية لا يصنف عموما في إطار الاعتقال يعني. فالكلام صحيح في أنه ما جرى هو حالة متابعة قانونية، وكما يقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والصحيح أن يكون التعامل معها بهذا الشكل. يعني هنالك أشخاص كانوا يقومون على رأس لجنة من اللجان، وكان حولها الكلام كثير واللقط حولها أيضا كثير، وليس فقط اللقط هنا من الشارع أو من جهات ربما لا علاقة لها بالأمر، كان الحديث من ثلاث أو تقريبا اثنين من وزراء المالية على رأس الدولة السودانية. هم الذين كانوا يتكلمون عن أن والله هنالك إعلان وهنالك قضايا يتم الإعلان عنها، ولكن لم نرى منها شيء. فطبيعي جدا أن تكون هنالك حالة مساءلة للذين كانوا يقومون على رأس أمر لجنة إزالة التمكين. أبو هاجة أيضا استغرب من أنه لماذا الناس حريصة أن تميل هذا الذي حدث وتعطيه الطابع السياسي. ما هو الحرص الذي كان يعني مسيطرا على حديث أبو هاجة حول أن هذه القضية هي قضية ليست بقضية سياسية، وإنما هي قضية يعني متعلقة بإجراءات قانونية؟ هو على كل يتم كل ما نراه الآن يتم في إطار صراع أيضا سياسي، حتى لا نقرأ الحدث خارج سياقه. فهنالك صراع ما بين المؤسسة العسكرية أو الذين كانوا شركاء الأمس، نعم، وخصوم أو أعداء اليوم يعني. والصراع حتى هذه اللحظة لم يرسو على طرف من الأطراف، فبالنسبة للمدنيين يرون بأن إعطاء المسألة هذا النوع من إعطاءها طابع الاعتقال سيكون ذلك في رصيدهم، بخلاف ما لو ذهبوا إلى الرواية الأخرى التي ترويها الآن السلطة القائمة. الأمر الثاني، موضوع الاعتقال السياسي أيضا له حساسية خاصة في المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، فيبدو أبو هاجة هو يتكلم أو يحاول أن يسمي الأمور بأسمائها أو يحرص على التفريق، ويخشى من أن هذه الأمور
تذهب أيضا المنظمات الدولية ويصور بأن هنالك اعتقالات سياسية في السودان نتيجة اختلاف الرأي السياسي وليس نتيجة مخالفات أو جرائم تم ارتكابها. أبو هاي أيضا يعني دكتور حسن تحدث على أن يعني هذا حرص منه، دائما ما يتحدث عن حرص وأكد في خلال حديثه اليوم، يعني هذا حرص على مبادئ ثورة ديسمبر بالنص، هذا ما كتبه، في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية. ترى من المعني بهذه الرسالة؟ هو يريد أن يخاطب الشارع العام. أنا في تقدير موضوع الثورة وخطاب الثورة لا أتصور أن السلطة السياسية توجهه للخارج يعني. نعم. لكنها تريد أن تقول بأن والله هي لا تحاكم هؤلاء لأنهم كانوا قادة الثورة أو يعبرون عن مبادئ الثورة، بقدر ما تريد أن تظهر نفسها بأنها هي أيضا ضمن هذا السياق وضمن هذا الإطار، فتريد أن ترسل رسالة عموما للشارع حتى لا يتم توظيف الحالة الموجودة من المدنيين لاتجاه أن هنالك اعتقالات. وهذا يبدو الذي رأيناه على كل في المؤتمر الصحفي حرصت فيه مثلا قوى القحط الحرية والتغيير، حرصت أن تصور المشهد بأنه حالة تصفية سياسية تتم لقياداتها وليست متابعات قانونية ينبغي أن تأخذ مجراها. يمكن ده خلى الطاهر أبو هاجة أيضا يتحدث أن البلاق الآن في مرحلة تحري وعلى الجميع احترام المؤسسات العدلية يعني بشكل قاطع عشان تطلع بدورها، قال في يعني في ممارسة العدالة بأبرز يعني بتفاصيل العدالة المعروفة للجميع. نعم صحيح، هو يخشى زي ما قلت لك أن تأخذ الأمور طابع تصفية سياسية، ولا ننسى أيضا تتم الإجراءات الآن وهذه الاعتقالات تتم في أجواء حساسة جدا، أنت أمام تحركات على كل المبعوث الأممي ومحاولات لإيجاد تسوية سياسية للمشهد السوداني، محاولات الخروج من الأزمة السياسية اللي حقيقة ما عارفين نهاياتها إلى أين. فعندما تكون هنالك حالة اعتقالات بهذا الشكل بطبيعة الحال ستعطي رسائل كثيرة جدا في الاتجاهات المختلفة، فممكن أن تفهم من المبعوث الأممي بأن هذه محاولات من العسكر لقلب الطاولة وتجاوز ما يريد أن يقدمه من أشياء. احتمال كبير جدا قد تكون هنالك ميول على كل لصالح المدنيين، فعلى كل عسكر قد يفهم بأنهم يريدون أن يقطعوا الطريق على كل هذه المحاولات التي تريد أن تخرج على كل من الأزمة التي يمر بها السودان. دكتور حسن يعني أيضا هنالك بعض الملاحظات من بعض مرتدي أو يعني الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لماذا تطالب قحط بإطلاق سراح المعتقلين أو المسجونين ولا تقول أنها تريد أن يتقدموا مثلا ليقدموهم إلى محاكمات عادلة ونحو ذلك، كما يعني تطالب بعض قيادات الأحزاب التي يعني محتغلين عدد من قياداتها في السجون منذ أكثر من عامين كمحمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية. هو للأسف الشديد طبعا قحط ظلت لمدة عامين أو ثلاث تمارس نوع من الخداع على كل الشعب السوداني وتصور بأن خصومها كانت تفعل فيهم ما يفعل بها الآن يعني. وكثيرا ما كنا نحذر من أن هذا النمط وهذا الأداء السياسي والقانوني على كل والعدلي الذي كانت تمارسه قحط بحجة محاربة النظام السابق أو ملاحقة رموزه أو محاربة الفساد، لكن كنا نقول بأن فكرة العدالة لا تتجزأ، وإذا لم ترسي قحط مسألة العدالة بأسسها ومؤسساتها وقوانينها وتشريعاتها وتتيح لكل الناس الفرصة الكافية لتحقيق العدالة فإنه سيأتي عليها اليوم الذي يمارس عليها أيضا نفس هذا الموضوع. للأسف الشديد الآن ما نراه هو نفس السلوك ونفس الأساليب ونفس الطريقة، فإذا كانت هنالك قيادات حتى هذه اللحظة لم تنل حتى حظها من الدفاع عن نفسها ولا تقديمها للمحاكمات، وإلى الآن الأمور معلقة يعني. وأحيانا نسمع بأنه هذا الأمور التعليق حاصل لمطالب خارجية من قوى إقليمية مثلا تريد أن تصفي حساباتها مع تيارات سياسية معينة. ففي رأيي للأسف الشديد ما حصل خلال عامين أدى إلى أن التألق الذي كان للثورة السودانية بشعاراتها حرية سلام وعدالة لم تستطع هذه القوى السياسية التي تربعت على قيادة السودان لمدة عامين لم تستطع أن تترجمه واقعا عمليا لتقيم على الأقل حجة على من يأتي بعدها.
طيب دكتور حسن سلمان، كان هنالك مؤتمر صحفي لقوى الحريه والتغيير تحت المجلس المركزي تحدثت فيه حول اعتقال بعض من قياداتها بتهمه الخيانه. دعنا نشاهد هذا الكليب للسيد الدقير حول اعتقال وجدي صالح وخالد سلك واخرين. صباح اليوم قامت الجهات الامنيه باعتقال الاستاذ وجدي صالح احد المتحدثين الرسميين باسم الحريه والتغيير، والأستاذ طيب يوسف الأمين العام للجنة التمكين المحلولة بأمر الانقلاب. وحتى هذه اللحظة ليست لدينا معلومات دقيقة حول حيثيات الاعتقال وأسبابه ومكان الاعتقال. بعد عصر اليوم كان المكتب التنفيذي للحرية والتغيير يعقد اجتماع عادي في هذه الدار، دار المؤتمر السوداني، حوالي الساعة 4:30. اقتحمت قوة من الأجهزة الأمنية مكان الاجتماع. أول شيء القوة دي جات محمولة على ظهر 4 عربات، وكانها أتت لاعتقال كتيبة كاملة، سدت كل الشارع أمام الدار، واقتحمت منهم عناصر منهم المكتب الذي كان يعقد فيه المكتب التنفيذي للحرية والاستقرار اجتماعه الراتب. طبعا دون أي استئذان، لدينا في هذه الدار موظف استقبال بصورة دائمة، ما استأذنوا منه، ولا يعني في سلوك ما معروف، يعني سلوك همجي يليق بهكذا نظام. اقتحموا المكتب عنوة وطلبوا من الباشمهندس خالد عمر يوسف مرافقته لأنه مطلوب القبض عليه. أنا كنت رئيس هذا الاجتماع وسألتهم أنتم ليه بتقتحموا الاجتماع كده؟ أنتم ما تستأذنوا، ممكن تستأذنوا تحت وتستأذنوا في الاجتماع ده وتصبر الى ان يسمح لكم بالدخول، اذا ما سمحنا لكم بعدين ممكن تستخدموا القوه. طبعا ما كان في رد. واقتادوا معهم الباشمهندس خالد، الباشمهندس خالد هو وزير سابق في حكومه الثوره المحلوله بامر الانقلاب، وهو عضو المكتب السياسي للحزب المؤتمر السوداني. هل يمكن ان يعني بعد حديث السيد الدقير حول اعتقال خالد عمر، يعني تحدث انه تم اعتقاله هو ليس يعني كما حدث لوجدي صالح طلبت منه الجهاد ان ياتي اليها وكذا، يعني لماذا هذا الاصرار في جمع يعني ان ما حدث هو اعتقال وليس يعني طلب او وليس اجراء قانوني بالحضور وكذا، ودلل الرجل على ان ما حدث هو اعتقال بدليل انه جاءت قوة عسكرية كبرى واشتقت الطريق ودخلت بالعنوة واقتادت الرجل الى يعني الى جهة حسب حديثه غير معلومة. طبعا انت امام قادة سياسيين ويتعاطون مع حدث يعتبرون ان هنالك تسيطر على البلد فئة انقلابية وتعمل على تجريف الحياة السياسية واعتقال القيادات السياسية وإنهاء الحياة السياسية. طبعا طبيعي أنا في رأيي أن يتم توظيف على كل الحالة السياسية أو توظيف الحدث من الناحية السياسية. صحيح لو قلنا هل فعلا الآن الدقير أو وغيرهم من الإخوة الذين حضروا يعني بعد المؤتمرات الصحفية اللي سمعناها مثلا ويتحدث بشكل واضح لما تم الاعتقال، هل صحيح أن يقال ليس لدينا معلومات عن أسباب الاعتقال؟ أسباب الاعتقال واضحة. في تقديري كان الموقف الطبيعي الذي بعيدا عن توظيف السياسي للحدث، الموقف الطبيعي أنت الآن أمام قيادات يراد إحراقها سياسيا، مثلا نفترض أنه يراد إحراقها سياسيا، الموقف الطبيعي بدل أن تقف في الصف المقابل وتحاول أن تصور بأنه والله الأمور هي محاولة تصفية حسابات، أمامك حدث دع هذه القيادات تبرئ نفسها ولا تحاول أن تحول بينها وبين أو لا تجعل نفسك تحول بينها وبين أن تأخذ العدالة مجراها. فكما كانت هنالك أطراف أنت لمدة عامين تحاول على كل في إطار مؤسسة واحد وهي لجنة إزالة التمكين، كانت تجمع المعلومات وكانت تتخذ الإجراءات وتعتقل وتجرد وتصادر وتفعل كل هذه الأفاعيل، يعني فطبيعي جدا أن تأتي محطة من المحطات للوقوف على هذه الحيثيات ومدى سلامتها. لكن لا مسألة أبعد من ذلك، المسألة الآن بصورة واضحة هنالك تهمة بخيانة الأمانة، بمعنى كأنما أنا أودعتك شيء
ولم أجد معك هذا الشيء. فالآن الصحيح أن والله الإخوة في الحرية والتغيير وآخر وبقية مكونات الشعب السوداني أن يكون الجميع حريص على أن والله هؤلاء الناس أين الأموال التي أخذت، هل فعلا هي تهمة ترمى هكذا أم أن هنالك حيثيات حقيقية فعلا تم التصرف، إما أنه سيثبت بأن والله ليست خيانة أمانة ولكن عبارة عن تعسف في استخدام مثلا الصلاحيات بحيث والله تم توظيف هذه الأموال في مجالات أخرى أو يعني لم يتم سرقتها أو نهبها على المستوى الشخصي أو المستوى الحزبي، ولكن حصلت فيها مثلا كما يحصل كثيرا ما يحصل عملية أحيان تصرف يعني أموال أو إمكانات في غير مسارها. نعم. فيقال مثلا والله صرف في غير وجهه مثلا يقال ذلك. فعلى كل في رأيي كان الأفضل أن يتم التعامل مع هذا الموضوع لبراءة القيادات التي كانت على رأس لجنة إزالة التمكين بدل هذه الضجة الحاصلة الآن. لكن دعني أقول أيضا هنالك مسألة مهمة جدا ونحن نناقش الآن اعتقال هذه المجموعات السياسية. نعم. ألم تكن هذه المجموعات السياسية تعمل تحت إمرة شخصية عسكرية؟ وهذه الشخصية العسكرية حتى هذه اللحظة هو عضو مجلس السيادة؟ يعني هل والله ما كان يتم بتوقيعه وهو الشخص المعني بشكل المسؤول هو عن من يوقع أخيرا والشخص المسؤول حتى تصدير الوثيقة الدستورية نفسها كانت هذه كلها. فالسؤال حقيقة الذي سيجعل أيضا الأطراف التي تمارس الآن السلطة سيجعلها في حرج أمام الرأي العام هو والله ليس هؤلاء فقط من يمكن أن يطالهم أيضا الملاحقة بل أيضا الذي كان على رأس لجنة إزالة التمكين من الشخصيات العسكرية يفترض أيضا أن يكون هنالك إجراء بشأنه، وإلا أعتقد ستكون المسألة يمكن أن تفهم أيضا في سياق تصفية الحسابات أكثر مما تفهم بأنها محاولة للوصول إلى الحقيقة. والله ربما هذه قاله صراحة ياسر عرمان، تحدث أن هذه البلاغات المفتوحة منتقاة وكيدية، والمعلومة أن لجنة التفكيك تضم مكون مدني ومكون عسكري. مكون عسكري أحسن. صحيح يعني هي كذلك. هي كذلك. فالصحيح أن يقال بأن والله كل الذين كانوا على رأس لجنة إزالة التمكين يعني أقلها ربما يقال لك بأن والله الشخصية العسكرية كان وضعها تشريفي ولم يكن لها لم يكن يعني لم يتسلم أموال ولم يتصرف ولم، لكن في نهاية المطاف في مسؤولية على كل أخلاقية، في مسؤولية أدبية، في مسؤولية إدارية على هذا الشخص. فحتى لو افترضنا بأن كل ما كان يجري من فساد جرى تحت قلمه وجرى تحت إشرافه وجرى تحت سلطته، ففي نهاية المطاف أقل شيء تطاله المسؤولية التقصيرية في أنه لم يكن على قدر المسؤولية. فالذي مثلا لم يكن على قدر المسؤولية في محطة من المحطات لابد أن الناس أن تقف في هذا الاتجاه. هنالك تصريح من مدير مكتب السيد وجدي يعني تحدث للانتباه، قال إن نيابة أمن الدولة اتصلت بوجدي والطيب بعثمان للتحري معهم، وبعد وصولهم النيابة تم تحويلهم للقسم الشمالي وفتح بلاغ فيهم تحت المواد 2172-2 خيانة الأمانة من قبل وزارة المالية الاتحادية. وقال أيضا أن البلاغ مفتوح ضد عضوية لجنة التمكين وليس باسم وجدي صالح بشكل مباشر. هكذا هو على كل إن يفترض أن تكون هكذا، يفترض أن تكون أن الشكوى يعني مثلا هل كان والله وجدي صالح مثلا هو مسؤول لجنة مسؤول الخزينة أو كان ولا كان هو شخصية قانونية على كل حسب ما وكان مقرر اللجنة يعني. كان مقرر اللجنة. نعم. فعلى كل الانتقائية في تقديري ستضعف الأداء اللي موجود الآن. يفترض أن يتم التعامل مع كل اللجنة بكل عضويتها من العسكريين والمدنيين على قدم المساواة إذا أردت فعلا أنك أنت تثبت للرأي العام السوداني بأن والله هذه المرحلة لا يراد منها تصفية حسابات ولا محاولة انتقام من أعضاء اللجنة السابقين، ولكن هي محاولة الوصول إلى الحقيقة. هناك بعض العسكريين محتغلين يعني حتى منذ 25 من أكتوبر هناك عسكريين متهمين في لجنة إزالة التمكين. هذه الإشكالية في وعدد منهم يعني الآن محتقل من حتى من لجنة إزالة التمكين. هناك يعني ضابط محتقل منذ ذلك الحين يعني. صحيح. في اللجنة. صحيح كانت بعض الشخصيات، لكن خلينا نكون صريحين يعني. نعم. ما أنت أمام لجنة كان رئيسها عسكري. نعم. لماذا أنت والله تجري كل التحقيقات والملاحقات للشخصيات المدنية دونه وهو عضو مجلس السيادة لا يمسه شيء؟ فأنا في تقديري يعني يفترض حتى من باب العدالة والمساواة في النظر إلى هذا الموضوع كانوا لأنه قدم استقالته ربما قبلت استقالته حينما قدم استقالته. لا في فترة من الفترات ظل قلمه هو الذي تمضي تحته كثير من الأمور إلى اللحظة التي قدم فيها استقالته هو مسؤول. طيب.
الى اللحظه التي قدم الاستقاله. ما بعد الاستقاله ما في مشكله، صحيح. ربما تكون هذه القرارات حدثت يعني تحقيق فيما بعد هذه ربما هذه على كل الاستقالة، لكن انا اقول حتى لا تكون هنالك صوره ذهنيه عند المشاهد او عند المتابع من الشعب السوداني انه والله هنالك انتقائيه في طريقه التعامل، وان هنالك محاولات على كل لاخراج العسكريين من هذه المسؤوليه. هي المسؤوليه واحده لا تتجزأ، وكما يقال في علم الاداره او القانون الاداري المسؤولية لا تتجزأ والاختصاص يتجزأ. فيمكن في إطار اللجنة الاختصاصات تتجزأ، أن يكون هنالك مسؤول خزينة، هنالك مقرر، هنالك كذا، هنالك رئيس. لكن في نهاية المطاف رأس الدولة الآن مثلا إذا حصلت هنالك جريمة أو حصل هنالك إشكال، رأس الدولة مسؤول بشكل مباشر حتى يتم إثبات أنه لم يكن مقصرا في واجبه. ربما هذا ما دعا السيد عمر الدقير للحديث عن تعرضهم إلى هجمة سياسية. دعونا نشاهد ما قاله الرجل ومن ثم نعود لمناقشة أجندة اليوم. نعتقد أن هذه هجمة سياسية بقطاع قانوني، قطاع محاولة إيجاد قطاع قانوني لها. مع المعلومات الشحيحة المتوفرة لنا نقول أنه في بلاغات، مع أنه إحنا بنعرف أن البلاغات دي مفتوحة من سنة 2021، لكن جرى تحريكها كقطاع قانوني من أجل ابتدار هجمة سياسية تطال قوى الحرية والتغيير وتطال لجان المقاومة وتطال كل الناس اللي الثائرين في الشوارع من أجل مواجهة هذا الانقلاب. وبموازاة ذلك في عصر نفس اليوم وردتنا أنباء مؤكدة باقتحام قوة أمنية لمقر لجان المقاومة بجنوب الحزام، وهو الآن محتل بالكامل. هذا ما حدث باختصار شديد. طيب، السيد الدقير يقول أن قحط تتعرض إلى هجمة سياسية ويعني من خصومة، يعني ألم يكونوا في يوم من الأيام في مرتبة واحدة وكان بينهم شراكة سياسية؟ كانوا كما أشرت أنت في بداية حديثك أنهم كانوا يعني يعملون بتناغم وينظرون بعين واحدة للأمور وغير ذلك من القضايا التي كانت لم يكن هنالك حديث عن هذه الخصومة. لماذا الخصومة الآن؟ يعني الحديث عن خصومة الآن وشيطنة الآخر وسياسية الإجراءات، على الرغم من أن وجدي صالح نفسه كتب أنه تم استدعاؤه مقابل إجراء قانوني في مواد تتعلق بخيانة الأمانة. للأسف الشديد تعامل المدنيون في مرحلة من المراحل بسياسة شيلنا أشيلك أو اسكت ونسكت، يعني هذا التعبير، وهو أن يعني سكتوا عن كثير من القضايا تجاه العسكر، وسكت العسكر كذلك عن كثير من التصرفات. لكن للأسف الشديد ما كانوا يتصورون بأن والله هذه القضايا جزء منها قد تكون عبارة عن مفخخات لمحاولة الإيقاع بالمدنيين ومحاولة على كل شيطنتهم في مرحلة لاحقة. للأسف الشديد الصورة اللي رأيناها في طريقة التعامل في لجنة إزالة التمكين واضح فيها لم تكن لأبسط إنسان ممكن ينظر للمشهد بصورة طبيعية يرى بأن هنالك اختلال على كل في طريقة الأداء. الشاهد الآن على كل لسنا الآن بصدد الدخول في النوايا، في أنه والله هل فعلا ما يريده العسكر هي تصفية حسابات، قد تكون واردة، ليس مستبعد في عالم السياسة، كل شيء وارد. لكن خلينا برضو نقول والله ما الذي يجعلهم يتجاوزونك أنت وأنت السلطة الأعلى في الحزب مثلا وكنت ترأس الاجتماع، ويأخذون مثلا ب يعني خالد سلك مثلا، ليش ياخذوا خالد وليش ياخذوا مثلا رئيس حزب البعث موجود وليش ياخذوا وجدي مثلا؟ نعم. فتبقى على كل الان الصوره الامامنا هي صوره قانونيه، صوره عدليه. هؤلاء كانوا يقومون على راس جهاز حساس جدا، وكان الراي العام كله والشارع السوداني يتابع طبيعه اداء هذه اللجنه. فحتى هذه اللحظه ستصب على كلنا الصوره الذهنيه او الصوره العامه للمواطنين بان والله امام حاله قانونيه يفترض ان لا تحاول القوى السياسية أن تذهب في اتجاه المناكفات أو محاولة تلبيس الأمور بلبوس السياسة أو محاولة توظيف الحدث القانوني في بثوب سياسي حتى تثبت في تقديري العكس. نحن يجب أن نتعامل في إجراء قانوني مفتوح والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فليس من حق أحد الآن أن يقول هؤلاء مدانين أو أنهم سرقوا أو نهبوا أو فعلوا، ولكن هنالك تهمة موجودة، وهنالك أيضا كانت صورة على كل ذهنية موجودة إن والله لجنة إزالة التمكين هنالك خلاف بينها وبين وزارة المالية منذ فترة
في عهد بدوي لاحظنا هذا الموضوع، ثم جاء بعد ذلك أيضا وزراء مالية من بعدها إلى أن جاء جبريل. فثلاثة وزراء مالية كلهم يقولون بأنه والله ما تقوله لجنة إزالة التمكين من أنها غزت الخزينة، خزينة الدولة بأموال، ليس صحيحا. وأنت تدرك كيف كان يتم الاستعراض على كل للقائمين على لجنة إزالة التمكين، حتى صوروا للشعب السوداني بأنه والله فعلا هنالك كميات هائلة من الأموال كانت منهوبة ومسروقة وتم استعادتها، ثم يفاجأ الشعب السوداني بأنه والله هذه الأموال لم تدخل. خلينا نكون الآن دقيقين، فإنها مثلا لم تدخل إلى خزينة الدولة بحسب على كل الرواية اللي موجودة الآن أمامنا. طيب الأستاذ الدقير أيضا تحدث أنه يعني وأقحم جهات أخرى معهم في ذات الخندق أنه يعني هنالك لجان مقاومة، هناك ثائرين في الشارع، وأن هذه الإجراءات تستهدف كل هؤلاء. هل هؤلاء كلهم يعني هم كتلة صماء أم لكل أحد فيهم قضايا؟ يعني وقد يقول قائل أنه حتى خالد سيليك، هذا خالد عمر يوسف الذي تم اعتقاله يعني هنا، ولا نقصد يعني هذا لا نقصد منه احتقارا، ولكن يعني هو الذي احتقل كان لا يستطيع أن يتجول داخل هذه المظاهرات التي تخرج من الشارع، بدليل أن الحزب الشيوعي تحدث قبل أيام أنه كان حماه في إحدى المظاهرات من الثائرين في الشارع. موضوع اللجان على كل، حتى أيضا تكون الصورة واضحة، هنالك أصلا الآن لجنة المراجعة المعنية بمراجعة موضوع لجنة إزالة التمكين وما حصل فيها من إشكالات، هي أصلا تقول بأن هنالك تصرف في الأموال وتصرف في الإمكانات وصلت إلى على مستوى اللجان. يعني كان في سيارات، كان في مواتير، كان في أموال، على كل في شيء واسع. فأنا أعتقد الآن الصورة اللي يحاول الآن دقير يصورها بأنه والله هي محاولة، لأنه لما يدخل معه لجان المقاومة كثير من الناس قد لا يتصور بأنه والله لجان المقاومة يمكن استهدافها في موضوع لجنة إزالة التمكين، لكن المتابع للمؤتمرات الخاصة بهذا الموضوع سيلاحظ بأن الاتهام أوسع من قضية اللجنة الفوقية. يعني هنالك ممكن أن تطال أحزاب، ممكن أن تطال لجان مقاومة، ممكن أن تطال أشخاص عاديين كما تفضلت، يعني ربما أيضا غزيت بها قوى سياسية خلال الفترة الماضية. فعلى كل ما ستظهره لنا الفترة القادمة من عملية التحقيقات قد تظهر فيها إدانات لأحزاب وقد تظهر فيها إدانات لأشخاص. طيب هنالك أيضا كليب للأستاذ الدقير يتحدث فيه هذا الحديث عن اعتقال عشرات الأشخاص، دعونا نشاهد هذا الكليب. إنه القتل والعدل طبعا الآن موجودين غير هؤلاء الثلاثة ذكرتهم عشرات المعتقلين من منسوبي الأحزاب ومنسوبي قوى منسوبي لجان المقاومة وشباب الثورة عموما، عشرات المعتقلين في الخرطوم وفي الولايات دون أي تهم محددة، يعني اعتقال تعسفي بمعنى الكلمة. أنا بقول إنه القتل والإرهاب واستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع والاعتقالات والملاحقات والمطاردات وكل أشكال العنف السلطوي لم تزدنا إلا عنفوانا في حراكنا السلمي المطالب بالحياة الكريمة لجماهير شعبنا والماشي عشان يهزم هذا الانقلاب ويستعيد المسار التحول المدني الديمقراطي. وبقول إنه هذه الهجمة التي تطال كل قوى الثورة في لجان المقاومة في أحزاب الحرية والتغيير وفي أحزاب أخرى وكل قوى الثورة الأخرى، هذه الهجمة من عدو واحد ومن سكين واحدة، هي بتطرح أمامنا جميعا كقوى حرية وتغيير وكلجان مقاومة وكشباب ثورة إنه نحن نترفع جميعا عن أي خلافات ثانوية أو هامشية أو تكتيكية وننهض لمقابلة شرط الحسم والنصر في المواجهة مع الانقلاب. الشرط ده هو بسيط للغاية، هو إنه ننتظم جميعا في جبهة موحدة بقيادة تنسيقية واحدة ميدانيا وسياسيا لمواجهة هذا الانقلاب وتشجيعه إلى مسواه. جبهة واحدة هي أبرز ما قاله السيد الدقير لمواجهة ما اسمه الانقلاب. جبهة واحدة يعني هم لم يكونوا في يوم من الأيام جبهة واحدة ومعها السلطة كذلك؟ لماذا لم يسعوا في تحقيق هذه القضايا التي يتباكون عليها اليوم، يعني كأنما يتباكون على اللبن المسكوب كما يقول البعض؟ يعني وللأسف الشديد هذه واحدة من إشكالات القوى السياسية. يعني أنت الآن عندك كم شهر الشباب يقدم التضحيات في الشوارع و
ويفعل الكثير حقيقة فيما يتعلق بالتضحيات الميدانية، لكن للأسف الشديد لم تظهر هذه الصورة الوردية التي يتكلم بها الآن، يعني إلا مع الاعتقالات بتاعة القيادات السياسية. هذه واحدة من المشكلات. فيفترض أصلا أنت ضرورات الأمن القومي السوداني وضرورات الانتقال وضرورات الحفاظ كذلك على الدماء كان يقتضي ذلك الوصول إلى صيغة وحدوية، صيغة على كل تصل بالناس إلى بر الأمان. لكن واضح أن للأسف الشديد الناس ما تتكلم في هذه الأمور إلا لما يقع الفاس في الرأس، يعني لما تكون هنالك اعتقالات للقيادات تبدأ الآن المسألة التصعيد، مع أن حياة الشباب بطبيعة الحال أهم بكثير من أن والله في مسؤول اعتقل أو ما اعتقل، في النهاية حيطلع، يعني ما في إشكال، يعني لكن الذي فقد روحه هذه لن تعود. يعني نترحم على كل الذين فقدوا أرواحهم من أجل استقرار هذا الوطن. نريد أن ننتقل أيضا إلى جانب آخر من قول حرية والتغيير، بس دون قطع حديثك، يعني بس فضل. في جزئية لفتت نظري، يعني فضل. في كل هذا الحوار الآن اللي أو المؤتمر الصحفي، لاحظ لم تكن هنالك أي إشارة بالنفي أو الإثبات للجريمة أو للتهمة التي وجهت الآن لهؤلاء الإخوة، يعني موضوع خيانة الأمانة. يعني يفترض حتى من باب أن تقول بأن والله أنت كل القضايا الموجهة أو التهم الموجهة إلى هؤلاء الإخوة لا ليس الصحيحة، ونحن مثلا الأموال مرصودة والكشوفات موجودة، يعني على الأقل كان يمكن أن يقال حول التهمة نفسها ما يبرر أو ما يثبت بأنه أنت والله ما ليدك، يعني لكن قضية أنه والله تجاهل هذا الاتهام تجاهلا تاما وعدم الحديث حوله، او من باب والله نحن وردنا كل شيء، يعني كان يمكن في تمرير، يعني البعض يقول يعني ممكن هم نفسهم يتحدثوا انه يعني لا يحترفون بالسلطه القائمه الان ولا يحترفون بسلطاتها المعنيه القضائيه وغير ذلك، يعني لذلك هم لا يريدون ان يدخلوا في هذا الامر. يعني على كل إن هي سلطة واقعية، ما هي أنت يوم الآن تعاملت معها أيضا كسلطة واقعية، ما في زول منتخب أصلا الآن في السودان، لا هم منتخبين وعينتوا أنت ذاتك في فترة من الفترات وجبت أنت وجب سببك، يعني في أشياء كثيرة جدا. فأنا دار أقول إنه في سلطة واقعية، في خاصة السلطة القضائية مهما حاولت أن تطعن في بقية السلطات، لكن السلطة القضائية والعدلية دائما محل إشكال. أن تقول والله أنا لا أتعامل معه، هو بيقول لك والله أنت ناهب أموال، أنت خنت أمانة، أنت أكلت أموال الشعب السوداني في فترة من الفترات، ما نفس السلطة هذه اللي كان أنت أيضا تجرجر لها الناس وبتحاول أيضا تحاكم من خلالها. يعني حتى وجدي نفسه كان يتعامل مع هذه السلطة نفس يعني القضية، يعني صالح التعامل، يعني في معروف يعني أنه مثلا في نعم. المصنع الموجود بالولاية الشمالية، حينما أرادت الحكومة أن توقع هذا العقد مع الشركة السعودية، كان المكتب الذي وقع هذا العقد مكتب الأستاذ وجدي صالح، ومعلوم الوثائق موجودة. يعني صحيح. يعني نريد أن ننتقل إلى الجانب الآخر من قول حرية والتغيير، التي يعني مجموعة الميثاق الوطني اليوم دعت إلى ضرورة تكوين حكومة كفاءات سياسية في الوقت الراهن. كيف تقرأ حكومة كفاءات سياسية تعيد يعني حكومة كفاءة سياسية، كيف قرأت هذا التصريح؟ هو على كل يبدو واضح جدا أيضا جزء كبير من التأخر الحاصل خلال الفترة الماضية، وحتى حمدوك في عودته الثانية، العقبة الأساسية التي كانت تقف حجر عثرة أمام تشكيل حكومة كفاءات بالنسبة لحمدوك، يبدو هي هذه الجزئية تحديدا التي الآن أعلن عنها بصورة واضحة ربما جبريل إبراهيم ومن معه، وهو أن الإخوة في الحركات الثورية أو في الجبهة الثورية يرون بأن لهم استحقاق منصوص عليه في الاتفاقية، وبالتالي محاولة الخروج من نصوص الاتفاقية إلى واقع آخر مختلف قد لا يرون ذلك، وبالتالي هم لهم تفسيرهم على كل فيما يتعلق، أو يريدون استثناء مما يطال الآخرين. هم يرون أنهم محكومين باتفاقية، يرون بأن هذه الاتفاقية غير قابلة للتعديل بأي شكل وأشكال، وبالتالي يعني قضية أنه والله تطالهم الآن موضوع الكفاءات سيخرج من السلطة، وهم يرون أنه والله وجودهم الوجود العملي الميداني داخل أجهزة السلطة هو الضامن الأساسي لفكرة الشراكة في المرحلة الانتقالية لتنفيذ اتفاق جوبا. وما تحديدا يعني الأستاذ محمد السماني برر ذلك في حديثه اليوم لصحيفة الانتباه بأنه لأهمية إدراك تعقيدات المشهد السياسي ومخاطبة قضايا المجتمع، يعني هل هذا التبرير واهي أو هو تبرير ربما يكون جيد في اتجاه أن تعود حكومة سياسية مرة أخرى؟ هو على كل إن واحد من اثنين، إما أنك أنت والله بالتوافق مع هؤلاء الإخوة تعدل الاتفاق،
أو كما أنك أطحت بالوثيقة الدستورية أيضا تحاول أن تجري تعديلات فوقية باعتبارك أيضا رئيس مجلس السيادة، يعني ما في خيار آخر يعني. فلا أتصور بأن المشهد فيه تعقيد إلى هذه الدرجة، إما أن يتم التوافق معهم وإما أن يجري أو يسري عليه ما سرى على السابقين. لكن هذه المسألة طبعا خطورتها بأن هؤلاء حمل السلاح، واللحظة التي أنت تنقض معهم اتفاقيتهم سيخرجون مرة أخرى إلى الغابة يعني. وبالتالي في رأيي المشهد معقد ويحتاج فعلا إلى نوع من التعامل بحكمة يعني. الدكتور أيضا السماني قال أن استبعد أن تكون مشاركة السياسيين تعيد أزمة كما حدث في الحكومة الثانية لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بشأن المحاصصات الحزبية، ألا يعتبر هذا نوع من المحاصصات الحزبية؟ هو صحيح، هو تناقض، وخلينا برضو نكون واضحين يعني. أنت في نهاية المطاف ما دام الكل الآن تقريبا يكاد يجمع بأن أزمة المرحلة الانتقالية الأولى كانت بأن والله سطوة وسيطرة السياسيين أو الأحزاب السياسية على المشهد من خلال قياداتها، وبالتالي أدى ذلك إلى التنافس على أجهزة الدولة والسطوة عليها في مرحلة انتقالية. والصحيح أن القوى السياسية هذه يجب أن تدخل بأوزانها الحقيقية في المرحلة على كل ما بعد المرحلة الانتقالية. لكن يبقى كيف يتم على كل فكفكة المسألة هذه في إطار اتفاقية جوبا حتى تتواءم مع الوضع الجديد اللي هو قضية الحكومة، حكومة الكفاءات ومواكبة الإخوة في الجبهة الثورية لهذا الموضوع. في الحديث أيضا عن مستجدات الأزمة السياسية ومبادرة الأمم المتحدة دكتور، يعني هنالك لقاء تم بين رئيس بعثة يونيتامس فولكر بريلس ويعني مولانا عبد العزيز فتح الرحمن القاضي أو القاضي المحكمة العليا أو القاضي أو رئيس القضاء فعلا، يعني بخصوص تبادل الرؤى والأفكار. ما هي هذه الرؤى والأفكار التي ربما يتبادلها فولكر مع السلك القضائي؟ أتصور بأن فولكر قد يكون بحاجة إلى التخريجات القانونية لما يريد أن يقدم عليه، سواء استشارات قانونية أو الاستماع إلى المؤسسة القضائية ورؤيتها سواء للوثيقة الدستورية، للاتفاقيات اللي حاصلة في جوبا، السياقات اللي ممكن تخرج بالناس بصورة أكثر مقبولية. أتصور هذه قد تكون واحدة من القضايا التي يكون هو فيها بحاجة على كل الاستصحاب رأي المؤسسة القضائية حتى لا يقال أو لا يكون لك مدخل أو مطعن لما يقوم به. فهو بحاجة عن المبادرة السياسية التي سيقوم بها بطبيعة الحال ستساق في إطار قانوني وستساق في قوالب قانونية. هذه المسألة على كل ربما يستصحب فيها آراء المؤسسة القضائية ورئيس القضاء تحديدا. البعض يقول من قول حرية التغيير أن فولكر يسعى إلى شرعنة السلطة القضائية الحالية وإنها يعني سلطة غير شرعية، كيف ترى هذا الأمر؟ لا، فولكر على كل ما هي القصة، أنا في رأيي شرعية القضاء قد تكون أكبر بشكل كبير من شرعية المؤسسة التنفيذية الأخرى يعني. صحيح. فإذا كان هو يتعامل مع المؤسسة التنفيذية ويتعامل معها باعتبارها شرعية يعني مستندة إلى الناحية الواقعية، وهنا خلينا نكون أيضا واضحين يعني، المؤسسة الدولية الآن والمبعوث الأممي ينظرون إلى الوضع في السودان بأن هنالك سلطة واقعية، ودي طبيعة الأمم المتحدة يعني. طبيعة الأمم المتحدة إلى حد كبير هي تتحرك في السياقات الواقعية وليست في السياقات الشرعية. ما خلينا من فكرة إنه والله يلتزم لك بما تراه أنت من مفهوم حول الشرعية، لا، هم يرون بأن هنالك العالم كله يمكن كثير 80% من الحكومات المعترفة بها الأمم المتحدة قد لا تكون شرعية أصلا. صحيح. يعني ممكن تكون جزء كبير منها انقلابات وسطو ومافيا وغيرها يعني، ومع ذلك هي عضوية على كل في الأمم المتحدة. فبالتالي علينا أن لا نتصور بأنه والله ناس الأمم المتحدة دين ما شاء الله قانونيين جدا وبتهمهم قضية الشرعية الدستورية وتهمهم الشرعية السياسية والقبول المجتمعي، لا، هم في نهاية المطاف يريدون أن يوجدوا مخرج للحالة السودانية أو المأزق السوداني الحالي ومن خلال الأدوات الواقعية. فيرون الحرية والتغيير مثلا واقع سياسي، المؤسسة العسكرية واقع أيضا مؤسسي موجود في أجهزة الدولة، المؤسسة القضائية مؤسسة موجودة في من ناحية القانونية موجودة، وبالتالي أنت لا يتحرك في فراغ، مؤسسة الدولية لا تتحرك في فراغ، تتحرك من خلال هذا الواقع. فلا أتصور على كل إن هنالك أي محاولة للشرعية، ولا أيضا سيكسب كثير إنه والله جلوسه مع رئيس القضاء سيكسب منه رئيس القضاء بأنه يعني يأخذ شرعية، ما أظن ذلك.
طيب دكتور، ايضا قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي ابلغت البعثه الامميه برغبتها في التعاطي الايجابي مع مبادره فولكر للحوار. يعني زي ما بيقول المثل، البعض يتحدث هذا المثل الان، يعني تباهى مملحه وتكوس غروب. يعني انت كان في يدك كل هذه البنود ان تصيغها خلال سيطرتك على مقاليد السلطه، وان تنزلها الى برامج، وان حتى تسعى في تكوين المجلس التشريعي وغير ذلك من القضايا. صحيح، لكن يبدو والله اعلم الاخوه في الحريه والتغيير كانوا ينظرون الى ان مطالب الشعار وحركته ومطالبه الكبرى وبلاءاتها المعروفه، البلاءات التي رفض فيها كل شيء، يبدو ما كان يتصور بانه ستكون هذه المساله مقبوله ان يجلسوا معه، حتى لو كانوا هم من الناحيه الواقعيه كسياسيين يدركون بان في نهايه المطاف الامور ستنتهي الى جلسه تفاوض او الى جلوس الى مائده التفاوض، لكن ربما لم يكونوا يتصوروا بانه والله الشارع سيتقبل هذا الموضوع، وبالتالي قد يصفهم بانهم تواطؤوا على ثورتهم مع العسكر يعني. لكن حاليا يبدو هم ايضا راصدين للشارع بشكل جيد، ويدركون كذلك مخاطر الرفض المستمر، لانه انت امام محيط اقليمي، امام محيط دولي، الرفض المستمر قد يخرجهم من المعادله تماما ويكسب غيرهم الان من قوى سياسيه او قوى تتهيا على كل للظهور في المشهد السياسي، وبالتالي قبولهم على كل ياتي في الوقت المتاخر، ولكن اقول لان ياتوا متاخرين خير من ان لا ياتوا. البعض يقول ان البعثه الامميه الان استطاعت ان تجد رؤيه من قاعدة عريضة جدا من القوى السياسية في السودان، وأن ما تقوم به قحط الآن هو لعب في بدل الضائع. على كل في النهاية كل سيأخذ حجمه، وهذا ما كنا نقول يعني في نهاية المطاف. قحط لم تكن باستثناء يعني بعض الأحزاب التاريخية لم تكن يعني قاعدتها العريضة مثلا من أحزاب وازنة وثقيلة ولها جمهورها الممتد والواسع. على كل إن كانت جاءت على رأس ثورة منحت لها فرصة للوصول إلى الحكم عبر ثورة، وتحولت إلى شرعية واقعية أو شرعية ثورية، ولكن لم تحسن على كل الأداء، وتم في نهاية المطاف الإطاحة بها. حاليا هي على كل تبحث لها عن موطئ قدم في المرحلة القادمة، لا تريد أن تكون خارج المشهد، لأنهم إن خرجوا عن المشهد حاليا ربما لا يعودون إليه مرة أخرى. ستبدأ هنالك عملية تشكل، ستبدأ عملية الانتخابات، وسيربما يكون في مؤتمر دستوري، وكثير من القضايا اللي حيتم مناقشتها في المرحلة القادمة ستحسم في المرحلة هذه، المرحلة الانتقالية. ففي رأيي على كل هم لا يريدوا أن يكونوا بعيدين من المشهد، وخصوصا إذا تم صياغة اتفاق اعترفت به الأمم المتحدة وتم تمريره عبر مجلس الأمن، ونحن نرى الآن من حولنا كيف يتم على كل الأمم المتحدة، وهي طبعا متخصصة في عملية الضبط والسيطرة لشعوبنا. يعني سهل جدا إنه والله يستطيعوا مثلا أن يعيدوك مرة أخرى إلى دائرة الضبط والسيطرة والاستقرار بعيدا عن حالة النمط الثوري. يعني دي فهلوة من قوى الحرية والتغيير ولا أعظم رشد سياسي؟ يعني للأسف أن ترفض شيء وتأتي له قراءة يعني, قراءة يعني هي في النهاية ما تنسى أنت الشارع يضغط وله أيضا يعني خياراته في نهاية المطاف، وهم أيضا حريصين على ما يسمى بالطهورية السياسية. يعني هم لا يريدوا أن يظهروا بأنهم والله يتهافتوا للسلطة، باعوا القضية كذا، ما يريدوا ذلك. دكتور، تكتمل اليوم الخميس المشاورات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في أسبوعها الخامس منذ الإعلان عنها في 8 يناير الماضي. ماذا يعني لك هذا الأمر؟ على كل أول فترة مش بسيطة يعني. فترة للحالة الموجودة في 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 السودان اللي محتاجة إلى تسارع، محتاجة على كل إلى نوع من التعجيل بعض الشيء، لكن برضو أتصور بأن المشهد لم يكن من السهولة بمكان بحيث والله فعلا كان بالإمكان أن يكون أحسن مما هو عليه الآن يعني. فإذا حقيقة وصلوا الآن إلى 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 معالجة أو وصلوا إلى بعض الحلول وبعض المبادرات التي تكون مقبولة للفرقاء، أعتقد إن شاء الله يكون هذا جيد. طيب، هل نتوقع أن تعلن البعثة عن ما تم النقاش حوله مع القوى السياسية؟ يعني هل حتعلن الكلام ده ولا ربما لا تعلن؟ على كل أنا ما أعرف حقيقة سياسة اللجنة حتكون بأي شكل كيف ينظرون، لكن أنت تقود رؤية لشعب
ما تحتمل اصلا ان تكون والله دائما مغلقه في الدوائر، يعني ما في نهايه المطاف انت ما توصلت اليه في الدوائر المغلقه اذا لم يتقبله الشارع ولم يتقبله الشعب السوداني، من اين سياخذ شرعيته؟ انت في المرحله هذه ما في صناديق اقتراع ولا في برلمان ولا في شيء. فالشيء الحقيقي الشيء الوحيد الذي سيعطي ما يتم التوصل اليه في الغرف المغلقه وما يتم التوصل اليه من خلال الجلسات الخاصه هو ان تعلنه للراي العام ويتقبل الرأي العام السوداني هذه المسألة وتأخذ على كل قبولها. يعني هل تتوقع أن تكون هذه البنود التي ستحويها هذه المبادرة ملزمة لجميع القوى السياسية؟ هو يتوقف الأمر على حجم القوى السياسية التي أيدت هذا الموقف، حجمها وثقلها السياسي وثقلها الجماهيري، هذا عامل أساسي. الأمر الثاني أيضا طريقة تمرير هذه المسألة في الأمم المتحدة، يعني إذا والله الأمم المتحدة تعاطت معها فقط في إطار الأمين العام للأمم المتحدة ولجان ومجموعات ومستشارين شيء، وبين أن تحال هذه الاتفاقية إلى مجلس الأمن هذا شيء آخر. فإذا أحيلت إلى مجلس الأمن بطبيعة الحال من يقف ضدها سيكون خاضع له، ممكن يصنف بأنه معيق للعملية السلمية وسيدخل بعد ذلك في عقوبات احتمال كبير. وإذا لم تحال؟ إذا لم تحال على كل وارد أن الأمور قد تكون مرفوضة من قطاع واسع، وبالتالي سنعود مرة أخرى إلى الشد والجذب بين الطرفين. هل تتوقع أن تقبلها الحكومة في الداخل متمثلة في مجلس السيادة والسلطة القائمة الآن؟ أنا في رأيي الحكومة إذا ضمنت عدم انتقال السلطة منها في المرحلة الانتقالية، وأن والله على الأقل البرهان يكون هو رأس المسألة إلى الانتخابات التي ستكون في 2023، أتصور أن السلطة العسكرية قد تقبل بهذا الوضع. لكن إذا تضمنت حالة تسليم السلطة في المرحلة الانتقالية لمكون مدني أو لشخصية مدنية ربما هنا تكون الإشكالية. يعني طيب دكتور، هنالك حديث للسيد فضل الله برمى ناصر الرئيس المكلف لحزب الأمة القومي تحدث فيه عن بعض القضايا، نتابع هذا الكليب مشاهدينا الكرام ومن ثم نعود لمناقشة ما تبقى من أجندة اليوم. على القوة السياسية الوطنية أن تعي خطورة المرحلة التي يمر بها السودان، وأن تسهم إيجابا في استقرار الفترة الانتقالية والاستعداد للانتخابات بإصلاحات حزبية حقيقية والتواصل الجماهيري وتقديم برامج سياسية بدلا من المحاكاة السياسية. 5، على المجتمع الإقليمي والدولي دعم عمليات التحول الديمقراطي والنأي عن صراع المحاور والنفوذ نتيجة لهشاشة الأوضاع في السودان. هشاشة أوضاع في السودان وخطاب بأنه لا بد أن تكون هنالك انتخابات وعدد من الأشياء التي حواها حديث اللواء فضل الله برمى ناصر، كيف وجدت هذا الحديث؟ خطاب فضل الله برمى واضح أنه يميل إلى التعاطي الإيجابي مع ما هو قادم. رسالته واضحة الآن سواء لحزبه أو للرأي العام السوداني أو للقوى الإقليمية، كأنما هو متقبل فكرة أن يكون هنالك، وأظن هذا الكلام أصلا المطلوب، يعني أنه والله القوى السياسية في المرحلة الانتقالية تبتعد عن المشاركة في السلطة، تبتعد عن المزاحمة، تبتعد عن المنافسة، وتأتي بحكومة تكنوقراط، والأحزاب تتفرق لموضوع بناء نفسها، بناء أحزابها، بناء يعني إخراج برامجها للرأي العام، تجديد قياداتها، عقد مؤتمراتها. هذا أصلا الشغل المفروض يتم في المرحلة الانتقالية. للأسف الشديد مرت 3 سنوات ويكاد الحياة السياسية بمعناها الحقيقة الذي نعرفه في المراحل الانتقالية لم يشهد السودان أي نوع من هذه، يعني مثلا في فترة الديمقراطية الثالثة مثلا أنت رأيت كيف كانت الانتخابات الشوارع مثلا تمتلئ بالندوات، دور الأحزاب السياسية، التحركات العامة، الصحف التي كانت تخاطب الرأي العام السوداني، كل ذلك نشأ في المرحلة الانتقالية. لكن للأسف الشديد المرحلة السابقة بداية يعني 3 أعوام الماضية لم يشهد الشارع السوداني مثلا هذا النوع. وكان يفترض أصلا فكرة الحرية سلام وعدالة، فكرة الحرية كان يفترض أن تكون واسعة جدا فيما يتعلق بهذا الجانب، اللي هي الحرية في الحياة السياسية، الحرية في تأسيس الأحزاب، الحرية في تجديد
التحالفات وإخراج على كل قيادات جديدة، كل ذلك لم يتم الانشغال به، وكأن والله الناس أصلا لم تفكر في الوصول إلى الانتخابات. هذا الخطاب الذي قاله السيد بوربا ناصر حوى العديد من القضايا، انتقينا لك بعضها. يعني تحدث عن كان من المأمول الشروع في صناعة دستور دائم للبلاد خلال الفترة الانتقالية، على الأقل بإنشاء مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر القومي الدستوري، ولكننا اليوم نحتاج إلى دستور انتقالي أولا. ما تعليقك عن هذا؟ أنا عموما رأيي يعني المراحل الانتقالية ليس من صلاحياتها وضع دساتير. نعم. المعروف يعني الدساتير واحد من اثنين، إما أنه والله يتضع جمعية تأسيسية ويتم بعد ذلك الاستفتاء عليه من الشعب، يعني ممكن تتضع مسودات، لكن الحديث عن أنه والله ما قبل الانتخابات، ما قبل معرفة الأحزاب والأوزان، الحديث عن أنه والله وضع دستور انتقالي، على كل هذه أراها سابقة لأوانها. الصحيح الذهاب إلى انتخابات تعرف فيه القوى السياسية أوزانها الحقيقية حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه. أيضا يعني اللواء بورما ناصر أشار إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي يعني أنه يجب على المكون العسكري الاستجابة لرقبات الشارع في أن يكون هنالك حكومة مدنية، ويعني وأن تؤطل العلاقة ما بين الجهات العسكرية والجهات الأمنية وبقية أجهزة الدولة. هو على كل كان المطلوب ذلك، كان المطلوب أن يكون هنالك توافق وأن يكون هنالك وصول على كل إلى المرحلة الدستورية بنوع من التوافق بين المدنيين والعسكريين، ولكن هذا لم يكن. أنا في رأيي الآن لو استطاعوا الآن تحجيم المؤسسة العسكرية عن الدخول في تفاصيل الأداء التنفيذي، وتم الاتفاق على أن والله المؤسسة التنفيذية تكون خالصة للمدنيين ويبعد منها القوى السياسية، يبعد منها القوى السياسية ويأتوا بالخبراء والتكنقراط وحكومة كفاءات وببرنامج متفق عليه، يعني هذه القوى السياسية كلها تتفق على طبيعة المرحلة الانتقالية فيما يتم التركيز، ثم يعطوا هذا البرنامج ويتحول الرأي العام السوداني بقواه الحية إلى جهات مراقبة لهذا الأداء. فإذا وصلوا ذلك اعتقد أنه سيكون إن شاء الله فيها الكثير مما يمكن أن يقال، ولكن أعتقد البعض طبعا سيعتبر بأنه ما لم يتم انتقال السلطة اللي هو مجلس السيادة انتقاله إلى المدنيين، سيتصوروا بأنه والله يمكن أن يكون هنالك تلاعب وتأثير للنظام السابق وغير ذلك. أيضا هنالك حديث للسيد عضو مجلس السيادة أبو القاسم مرطم، قال يعني أن التظاهرات والمواكب مدفوعة القيمة في هذا الأمر، وأيضا أضاف أنه حتى لو وصل المتظاهرون إلى القصر ويدردقوا في نجلة القصر دي أها وبعدين، ده كلام يعني سيد برطم. كيف تقرأ هذه التصريحات من عضو في مجلس السيادة؟ نعم. على كل إن أنا لست مع استفزاز الشارع. نعم. في نهاية المطاف مجلس السيادة أصلا يكتسب سيادته ويكتسب مشروعيته من خلال، لأن السيادة الأصل فيها السيادة المعروفة قانونيا هي من يملكها هو الشعب السوداني أو من يملك عموما هو الشعوب من ناحية قانونية، فعضو مجلس السيادة عليه أن لا يذهب في اتجاه استفزاز الشارع أو محاولة على كل التهوين من مطالب الشارع مهما كان أنت مختلف معها، لكن علينا أن نحترم على كل خيارات الشعوب ونحترم كذلك إرادتها فيما يتعلق ب هذه الأمور، ولكن في نهاية المطاف صحيح إنه والله كل هذه التظاهرات إن لم يكن هنالك إقرار بعملية الحوار والوصول إلى صيغة محددة للخروج من الأزمة، هو قد يكون هذا التظاهر المستمر دون أفق على الأقل ورؤية للحل قد يكون كلامه في هذه الزاوية الصحيح، إنه ما في جدوى من المظاهرات إن لم تكن هنالك معالجات ومخرج على كل يتم الاتفاق عليه. أيضا يعني السيد بورتم قال أن الهجوم على العسكر الآن أصبح ممنهجا ويصدر من بعض الناشطين، أن هنالك جهات معينة تسعى إلى النيل من المؤسسة العسكرية في شخوص القيادات العسكرية. هو حتى نكون يعني دقيقين، المؤسسة العسكرية تظل محل احترام وتقدير وينظر إليها بأن والله يعني لها كما يقال احترامها وقدسيتها، إذا ما ابتعدت ونأت عن نفسها في الجانب السياسي. الشيء الحاصل الآن أنه في المرحلة الانتقالية السابقة القوات المسلحة تحولت إلى شريك سياسي. نعم.
والشريك السياسي ما دام دخلت أنت كشريك سياسي يتوقع النقد، يتوقع الهجوم، يتوقع كذلك الإساءة، لأن هذا هو الأداء السياسي. ففي رأيي أنا لا يفهم أنه والله هي محاولة إسقاط هيبة القوات المسلحة وغير ذلك، ولكن يجب أن يحصل نوع من فك الارتباط ما بين المؤسسة العسكرية بطابعها المعهود الذي يؤدي إلى احترامها وتقديرها عندما تكون حامية للحدود وحارسة للأمن القومي وجادة في هذا الموضوع، ولكن اللحظة التي تدخل مع المنافسين السياسيين في ساحة السياسة عليها أيضا أن تتصور بأن رد الفعل لن يكون طبيعيا يعني. طيب أيضا يعني أخيرا ناقش الرجل وتحدث بأن تثليث الشرق كان بمطالب مشروعة، وأن الشمال الآن تحول من مطالب إلى أقراط سياسية كما أشار عضو مجلس السيادة. على كل ما نحاول أن نفرق بين المتماثلين يعني، نحن في علم الأصول درسنا على أنه التفريق بين المتماثلات معيب عموما. فإذا كان والله أنت أعطيت الشرعية وترى أن الشرق ومتاريس الشرق كانت مشروعة، فما الذي يجعل متاريس الشمال ليست مشروعة؟ نعم. وإذا كانت هذه غير مشروعة علينا أن نعيد النظر أيضا في تلك، وهو كان واحد من المؤيدين طبعا لهذه المتاريس في الشرق يعني. فأنا في رأيي في نهاية المطاف إما أن تعتبر هذه ممارسات طبيعية وحق دستوري للمواطنين وتتعامل معها على أساس أنه مشروع وقانون، وإما أن تعتبر والله هو خارج عن القانون، وهذا تحكم عليه على كل المؤسسات القضائية. وللأسف الشديد طبعا المحكمة الدستورية غير موجودة حتى نقول إن هي من يحكم بشرعية هذه الممارسات، عندما يكون خلاف بين المواطنين وبين أحزاب أو بين قوى سياسية والدولة يفترض أن يبت في ذلك المحكمة الدستورية. لكن يا دكتور الأمر وصل إلى أن يتهث أحد الناس في هذه التروس في الولاية الشمالية بسيارة من قبل يعني أحد من دول الجوار يعني، فهذا أمر خطير ربما يقول هو البعض. هو صحيح يعني، ونترحم حقيقة على من توفي له الرحمة والمغفرة، الله يغفر له ويرحمه، لكن هذا يعطينا مؤشر، يعطي مؤشر إلى حجم الضغط النفسي أيضا على الذين مثلا يجلسون على على طرفي المتاريس هذه الذين هم خرجوا من مصر للوصول إلى السودان، والذين يخرجون من السودان وصولا إلى مصر. فأنت هذه الحالة بطبيعة الحال لما يكون شخص محبوس 3-4-5 أيام مثلا ومعطل ومصالحه معطلة، فطبيعي أن يعني يكون هنالك ردود فعل. نحن حقيقة ما نقول أنه يكون في ذلك مبرر، لكن أنا أقول علينا أن نقرأ في سياقاتها، علينا أن نقرأها في سياقاتها وتعطيك على كل مؤشر. ويمكن إذا لم يتم حل هذه المسألة لن يكون فقط والله ردود الفعل فقط من الذين هم على المتاريس، أيضا الطرف الآخر قد تكون له ردود أفعال، السواقين على الناس المحبوس هذه قد تكون أيضا لها ردود أفعال. فهذه تحتاج على كل أن تكون مؤشر، لأنه يجب أن نقرأ من خلالها السلوك الذي يمكن أن يتبعه أيضا المحبوسين على الطرقات. شكرا جزيلا لك دكتور حسن سلمان على هذه يعني هذا التحليل الوافي والضافي إلى عدد من القضايا. بهذا مشاهدينا الكرام في كل مكان نصل إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد السوداني. شكرا لضيفنا داخل الأستوديو الدكتور حسن سلمان الباحث في الشأن الأفريقي والمحلل السياسي، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.